صباح الثقة بالعناية الإلهية التي تريد خلاصه، فلنضع هذه الثقة في رب الكون قائلين له: يا من هو في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد، المسيح الإله الطويل الأنات الكثير الرحمة الجزيل التحنن المحب الصديقين والراحم الخطأ والداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. تقبل يا رب في هذه الساعة طلباتنا، وجه حياتنا إلى وصاياك، قدس نفوسنا، نقي أجسادنا، قوم أفكارنا، طهر نياتنا، نجنا من كل ضيق وشر ووجع، حصنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نبلو إلى الحياة الأبدية وإلى معرفة مجدك غير المدرك، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. آمين.